السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا النهاردة أكلمكم عن فوائد وأضرار الأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية وكمان استخداماتهم. بس قبل ما نبدأ ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد. الأول هنتكلم عن الأشعة تحت الحمراء. بتسمى الأشعة الحرارية وبتشبه أشعة الضوء، ولكن مش ممكن نشوفها بالعين البشرية، وأي حاجة بتطلق أشعة تحت حمراء ليها علاقة بدرجة حرارتها، حتى الكرسي مثلا. ولما تزيد درجة حرارة شيء معين بيطلق المزيد من الأشعة تحت الحمراء، وفي جهاز إلكتروني بيقدر يلتقط الأشعة تحت الحمراء من الأشياء اللي بتكون درجة حرارتها أعلى من درجة حرارة محيطها، وبالطريقة دي يستطيع الجهاز الإلكتروني رؤية الأشياء دي في الظلمة أو من خلال الضباب. والمصورين بيستخدموا الأفلام الحساسة للأشعة تحت الحمراء عشان تلتقط الصور في الأماكن اللي ما فيهاش ضوء مرئي، والأطباء كمان بيستخدموا مصابيح الأشعة تحت الحمراء لعلاج أمراض الجلد والعضلات. وفي النوع ده من العلاجات اللي بيحصل إنه بتمر الأشعة تحت الحمراء خلال جلد المريض وبتولد حرارة لما بتصيب أعضاءه المتأثرة بالمرض. واللي اكتشف الأشعة دي عالم الفلك البريطاني ويليام هيرشل سنة 1800 ميلاديا. أما الأشعة فوق البنفسجية فهي شكل غير مرئي من الضوء. الشمس هي المصدر الطبيعي الرئيسي للأشعة فوق البنفسجية، والأشعة دي كمان بتنبعث من الصواعق أو أي شرارة كهربية في الهواء. كمان ممكن تولدها صناعيا بإمرار تيار كهربي خلال غاز أو بخار زي بخار الزئبق مثلا. الأشعة فوق البنفسجية بتسبب حروق شمسية، والتعرض الزايد ليها ممكن يسبب سرطان الجلد. طيب إيه استعمالات الأشعة فوق البنفسجية؟ الأشعة فوق البنفسجية اللي أطوالها الموجية أكثر من 300 نانومتر فعالة في قتل البكتيريا والفيروسات، وبتستعمل المستشفيات مصابيح مبيدة للجراثيم بتولد هذه الأشعة القصيرة لتعقيم الأجهزة الجراحية والمية والهواء في غرف العمليات، وبتستخدم كتير من شركات المواد الغذائية والأدوية لتطهير الأنواع المختلفة من المنتجات وعبوتها. أما الأشعة فوق البنفسجية اللي أطوالها الموجية أكثر من 320 نانومتر، التعرض لها بيولد فيتامين د في الجسم البشري، والأطباء استخدموا مرة المصابيح الشمسية اللي بتولد الأشعة فوق البنفسجية لمنع كساح الأطفال ومعالجته، وحاليا بتستخدم المصابيح دي في علاج بعض الأمراض الجلدية زي حب الشباب مثلا. وكمان بتستخدم لتحليل بعض المواد في الجسم البشري، والتعرض الزايد لهذه الأشعة بيسبب تهيج مؤلم في العين أو التهابها، والنظارات الشمسية النظيفة الغالية بتقي من الأشعة دي. كمان بيسبب التعرض للأشعة دي حروق مؤلمة وكمان سرطان الجلد، وبيؤدي إلى قتل النبات. وطبعا اللي بيحمينا من الأشعة فوق البنفسجية طبقة الأوزون. بيقولك في بعض الحشرات زي النحل والفراش بتقدر تشوف الضوء فوق البنفسجي عادي. وبكده انتهى الفيديو بتاعنا النهاردة، أتمنى ينال إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.